السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شباب؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن مكان النجمة السرية للأسبوع التاسع. طبعا عشان تقدر تاخد النجمة السرية دي لازم تكون خلصت كل الأسابيع اللي قبل كده. برضو عايز اتكلم عن مسابقة الفيباكس اللي انا عملتها. في ناس بتسأل امتى السحب. ان شاء الله السحب هيتعمل اول لما اجمع ال 1200 فيباكس. انا بجمعهم عن طريق سيف ذا وولت، فان شاء الله مش هياخد وقت، واول ما المسابقة دي كمان تخلص هبدأ اعمل مسابقة بعدها. عموما اللي ما يعرفش ايه المسابقة دي، المسابقة ببساطة ان انا هدي سكين الف تمنها 1200 في بوكس لأي حد هيشترك في القناة وهيشغل الجرس و هيكتب في الكومنتات بس البلاتفورم بتاعه، وياريت يعني لو يكتب اسمه كمان عشان بعمل له اد فريند لو هو كسب، وبعد كده ابعت له السكين دي عن طريق الجيم. ده يا جماعة مكان مكان الستار رقم 9. تعالى هنا بس وخد الستار دي بسهولة جدا، وكده خلاص يبقى خلصنا التشالنج ده، وان شاء الله نشوفكم في تشالنج جديد. سلام.